السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رانا على كل حال 20/03 يعني مغرس 2012 الدقشي. موضوعي مرتبط بوزير الخارجية الفرنسية ألان جوبي، اللي راهو متهوم على كل حال من طرف الإدارة اللي راهو عليها يشرف وزارة الخارجية، لأن زيف بعض التقارير اللي لحقته من سفيره اللي ملتحق بدمشق، موظف كبير من الإدارة الفرنسية، عرض على كل حال 19 مارس 2012 بعض الصحفيين من الصحافة الناطقة بالعربية اللي راهم على كل حال مركزهم في باريس، واكتشف لهم معركة داخل الحكومة الفرنسية، وخاصة في الكي دورسي يعني مقر وزارة الخارجية، والموضوع انتحى يعني متعلقة بسوريا. على حسب هذا الموظف الكبير يقول باللي سفير فرنسا في دمشق اسمه إيريك شوفالي، اللي راهو سفارته على كل حال تخفلت هالأيام في دمشق ودخل الباريس، اصطدم بوزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي، بوزيره بمسؤوله أمام زملائه سفراء آخرين، وأتهم الوزير لأنه ما اهتمش بالتقارير اللي تقدمت له من طرفه، وأكثر من هك اللي التقارير اللي جات اللي كتبها إيريك شوفالي من دمشق زيفها الوزير الخارجية الفرنسية واعطاها مفهوم أخر. في بداية الأحداث في مغرس 2011، مقر وزارة الخارجية بعث على كل حال محققين في درعا أن يطلعوا الشيء اللي يجري في درعا مدينة في سوريا، بلا ما كانوا على بالهم يعني وش راهو يجري. تقاريرهم بعد ما ارسل الباريس يذكر باللي بعض الاحتجاجات وقعت في درعا، ولكن شوية بعد وقت قصير انتهت الاحتجاجات وكلش رجع على أحسن ما يرام. وهذا التقرير اللي قدمته هذه لجنة التحرير التحقيق كان متعارض ببعض المقالات في الجزيرة و فرانس 24، اللي على كل حال يذكروا باللي الأمور راهي شعلة نار، وراهي الدنيا مكتولة، وراهو كلش راهو مقلب على حاله. السفير اللي موجود إيريك شوفالي طلب من الوزراء أن هذه اللجنة هذه يعني تستقر أيامات أخرى باش تطلع على الأمور يعني بأكثر دقة. الوزير الخارجي على كل حال ما كانش موافق بهذا الأمر، وكان دخل في غش، وعلى كل حال طلب من السفير أن يغير التقرير نتاعه، ويقول باللي راهي الاحتجاجات ما زالت يعني تجري، ما زالت يعني راهي
على كل حال السفير مشى مع رئيس اللجنة هذه للتحقيق لدرعا، ودار على كل حال اتصال مع وزير الخارجية الفرنسية باش يعاود أكد باللي الأمور راهي هادية. وزير الخارجية على كل حال هذيك الساعة تحرش ضد السفير نتاعو، والمكالمة الهاتفية يعني كانت باردة واتقطعت يعني بدون تحيات ولا بدون السلام عليكم. وشيء وقت قليل من هذيك اللحظة المكتب نتاع وزير الخارجية الفرنسي طلب من لايف بي ان يكذبوا ويقولوا بلي الامور راهي على كل حال منهوبة في درعا. طول الشهر اللي تبع هذا الواقع كانت مشاكل بين إريك شوفالي ووزير الخارجية اللي راهو مسؤول عليه ألان جوبي، والمناوشات يعني كانت كثيرة بيناتهم، حتى وصلت لهذا الرهائن الإيرانيين اللي كانوا محزوجين من طرف الإرهابيين اللي كانوا في حي بابا علي في مدينة حمص، وين الصحفي الفرنسي اللي على كل حال متدرج بوظيفة صحافة ولكن كان يخدم للمخابرات الفرنسية، وممكن بعثوا خاصة ألان جوبي باش يدخل في مفاوضات مع هذا مع الحكومة الإيرانية و المحتجزين هذا الرهائن الإيرانيين اللي كانوا على كل حال تحت الأمر الفرنسي، باش يطلقوا سراح الرهائن للإيرانيين ويطلبوا من إيران أن تجبد روحها من مساندة الحكومة السورية. على كل حال الصحفي اللي كان متدرج يعني بوظيفة صحافة هو جيل جاكي، مات في هذيك في ظروف غامضة، وبدون شك هما الجماعات الإرهابية هي اللي قتلوه يعني بخطأ. وفي هذيك اللحظة بعد السفير الفرنسي جاه أمر من وزير الخارجية أن يهرب هذا الجواسيس الفرنسيين، منهم بعض من الدي جي اس او، يعني هي إدارة المخابرات الفرنسية اللي متكلفة بالجوسسة في الخارج على فرنسا، كانوا على كل حال متدرجين بغطاء صحفيين. وعلى كل حال إريك شوفالي دار الواجب وهرب هذا الجواسيس من الأراضي السورية، وبهم معهم هذا الجيل زاكي اللي كان ميت في صندوق. ألان جوبي هذا قبل ما يعني ما تكلف بهذا وزارة الخارجية كان مكلف بوزارة الدفاع وقت قصير من قبل، وفي إطار وظيفته يعني كوزير الدفاع كان كسب بعض العلاقات روحية مع بعض الجهات في المخابرات داخل الجيش الفرنسي. وعلى كل حال بعض المصادر تؤكد باللي التقارير اللي كانت مبعوثة من طرف إريك شوفالي سفير فرنسا في سوريا كانوا يعني ما كانش مهتم بهم وزير الخارجية، وكان على كل حال مزيفهم باش يعاود يأكد هو في حد ذاته يعني مواقفه وكلماته.
والسفير اللي كان موجود على كل حال في دمشق الفرنسي هذا إريك شوفاليي باش يأكد يعني التقارير نتاعو، زاد حتى ثاني كذلك ضاف لهم بعض التقارير نتاع زملائه من دول أوروبية أخرى اللي كانوا موجودين في اللي موجودين في دمشق، وكانوا يأكدوا على نفس الواقع اللي أن الأمور راهي هادية وما كانش فيها يعني حاجة لحرب أهلي ولا شيء من هذا الاسم، وكان على كل حال يأكد باللي الأمور راهي يعني نتيجة بعض الإرهابيين دخلوا من الخارج لسوريا وقاعدين على كل حال يحبوا يديروا فوضى في سوريا. ومن بعد ما التحق بالعاصمة الفرنسية هذا إريك شوفاليي طلب من الإدارة اللي تابعة وزارة الخارجية، وزارة الخارجية ومنها على كل حال ما يسمى ب يعني الصراع الإداري أن يقابل على كل حال وزير الخارجية ويتجادل ويتناطحوا على كل حال على لماذا التقارير نتاعو يعني ما كانتش مأخوذة بعين الاعتبار. وهذا الكشف نتاع الصراع اللي بين وزير الخارجية وسفيره في دمشق بينوا باللي كانوا صراعات أخرى بين وزير الخارجية وإدارات أخرى، منهم وزير الدفاع. على كل حال هذا على جيرار لونغي على كل حال من بعد ما مدينة حمص وحي باب عمر كان منحصر من طرف الجيش السوري، من بعد ما الجيش السوري مثل قرر يعاود يطبق السيادة السورية على التراب السوري، من بعد ما انحصروا هذا الجهات الفرنسية اللي كانوا يتجسوا كانوا على كل حال من الجيش الفرنسي وكانوا من المخابرات الفرنسية كانوا محصورين في حي باب عمر، كانت مفاوضات ما بين الفريق السوري أسف شوقت و جهة من الجهات الفرنسية. باش يسمحوا لبعض بعض الكوموندوات الفرنسيس ان ينسحبوا من هذا الحي. ينسحبوا من هذا الحي، يسمحوا لهم ان ينسحبوا من هذا الحي. وبعد هذا الاتفاق ما بين الفريق السوري أشرف شوقت ووزير الخارجية الفرنسية حتى تنك داخل فيهم داخل معهم وزير الداخلية الفرنسي، لأن كانت بعض العناصر تابعينه يعني هي الديجيه السوري. على كل حال دخلوا في مفاوضات مع هذا الفريق السوري باش سوريا يعني تسمح لهم ان بعض الرجال الفرنسيين ان ينسحبوا من طرف من حي باب عمر اللي كان منحصر من طرف الجيش السوري، كما أكدته بعض المصادر منها ريزو فولتير. الوقت اللي صار هذا الانسحاب، وهكذا ثلاثة من العناصر الفرنسيين يعني استطاعوا يخرجوا من سوريا للبنان. وفي 18
مارس الجريدة اللي على كل حال مساندة الحكومة السورية الديار نطقت في لبنان وأكدت أن 3 من رجال فرنسيس من المخابرات سوريا يعني سلمتهم رئيس الأركان الفرنسي الأميرال إدوار جيو من بعد ما تقدم لبنان بسبب يعني القوات جمعية الأمم اللي موجودة يعني في لبنان باش تحافظ بإطلاق النار بين الكيان الصهيوني ولبنان في بيروت في الحدود ما بين الكيان الصهيوني ولبنان. وعلى حسب المصادر السورية هذا الضابط رئيس الأركان الفرنسي على كل حال أطلب تدمير المحطة الجاسوسية اللي نظمتها فرنسا داخل التراب اللبناني على الحدود مع سوريا. نرجع للصراع بين السفير ووزيره ألان جوبي، السفير شوفالي ووزيره ألان جوبي. هذا الصراع على كل حال كان معروف منذ زمان. 4 أبريل 2011 الجريدة الإلكترونية ريك الشارع 89 طبع مقال، والمقال هذا كان ممضي من طرف سيد سوري فرنسي اللي اسم نتاعه قاعد مستور. كانوا تهمين السفير أن السفير أصبح الناطق الرسمي للحكومة السورية وينقص من قيمة الصراع اللي راهو يجري في سوريا اللي على كل حال السفير يقول بلي الأمور راهي عمل خارجي داخل سوريا، هي مؤامرة خارجية داخل سوريا. 10 أيام بعد سيد آخر اسمه جورج مالبرينو أكد في جريدة لوفيغارو أن السفير على كل حال راهو تقريبا أصبح عنصر من العناصر الرئيس السوري بشار الأسد، يقول راهو أصبح بشاريزي. والخلاصة في 5 مايو في الشبكة ولا تلفزة فرانس 24 ولا إذاعة فرانس 24 اللي راهي تقريبا تحت السيطرة نتاع ألان جوبي اللي راهو مسيرها، اللي راهو على كل حال اللي يتهم السفير الفرنسي باللي راهو على كل حال ينقص من قيمة من الخطورة نتاع اللي راهي تجري في سوريا. على كل حال هذا يبين الصراع ما بين شوفالي وألان جوبي. وأيضا كان صراع ما بين رئيس الأركان الفرنسي وألان جوبي أيضا، وصراع يعني سمعين به بعض الجهات يعني منذ وقت. وهذا الأميرال إدوار جيو راهو يعني ما عجبوش الحال، لأن الوزير الدفاع آنذاك اللي كان يعني ألان جوبي قبل ما يولي وزير الخارجية اللي راهو يعني تقريبا برمج من قديم كيف هي
يدير انقلاب ضد معمر القذافي. وانا ذاك يعني كان باعانه وزير الدفاع اللي راهو اليوم جيرار لونغي، وكان هذا رئيس الاركان يعني كان مش قابل بهذا المبادره نتاع الان جوبي باش يعاود ينظم يعني جيش فرنسي ضد ليبيا. فيما يخص العلاقات بين وزير الداخلية اللي راهو كان أمين عام للرئاسة قبل ما ولا وزير الداخلية، على كل حال الشرط نتاع ألان جوبي قبل ما يدخل للحكومة اللي مريسها فيلون، طلب ألان جوبي قبل ما يدخل للحكومة يعني كوزير الدفاع ولا كوزير الخارجية، أن هذا كلود غيون اللي راهو درك وزير الداخلية اللي كان أمين عام للرئاسة، أن ألان جوبي يعني عمره ما لا يقبل يدخل معاه في أي مفاوضات ولا أي مناقشات قبل ما يتصل بالرئيس. وهكذا ألان جوبي يعني تلبى يعني الشرط نتاعو، وكلود غيون اختار الرئاسة واصبح وزير الداخلية. بعد ما اتفقت واشنطن ولندن وموسكو يعني أمريكا وأنجلترا وروسيا باللي الأمور لابد تهدى يعني شوية في سوريا، على جوبي وزير الخارجية الفرنسية ممكن مازال يلقى يعني بعض الصدى من طرف الأتراك ومن طرف رياض ومن طرف الدوحة، يعني هذو هما الجهات اللي ممكن مازالوا يعني متفاهمين معاه. وأيضا حتى ثاني كذلك بعض الصحافة الأساسية، وعلى كل حال أصبح يعني بدون مساند داخل الحكومة الفرنسية، وهكذا ما يكونوش عنده إمكانيات سياسته باش ينفذ سياسته. بالعكس يعني يكون ساركوزي باش ينفخ شوية اللي ساندوه في هذا الحملة الانتخابية اللي طامع بها يولي يعود يجدد المهمة نتاعو يعني كرئيس الجمهورية، فلربما ساركوزي يزيد يشعل النار في سوريا باش فلربما يربح بعض الأصوات في هذا الحملة الانتخابية اللي راهي جارية في فرنسا. والسلام عليكم ورحمة الله.